طلب المساعدة من الدول الغربية حتى ربما تعيد النفس إلى هذا الاقتصاد صحيح، لأن التونسي. واحنا قادمين على سنة ما زالت فيها مؤشرات صعبة، صعبة لا لأسباب داخلية فقط لكن لأسباب خارجية. نعرف أن أوروبا اللي كانت ربما في بداية السنة الفارطة ما فيش مشاكل كبيرة، مشاكل الديون لكن أصبحت أوروبا اليوم في أزمة مالية، والأزمة المالية عندها انعكاسات على تونس من ناحية تصدير الصناعات المعملية، من ناحية السياحة، من ناحية الاستثمار الخارجي. لذلك الجو هذه السنة من ناحية الخارجية أصبح غير مواتي، أقل يعني زيادة على المشاكل الداخلية ربما وعدم رجوع الاستقرار والاستقرار الاجتماعي بصفة كافية. هناك الإشكاليات، وليبيا اللي هو بلد جوار ولنا إمكانيات تعاون اقتصادي كبيرة ما زال مرجعش لنسق العادي من ناحية التصدير، من ناحية الاستثمار، من ناحية العمالة اللي تجي لليبيا. نعم، إذا هذا الوضع الداخلي في تونس، يعني بعد مرور عام على الثورة رأينا أن هذه المطالب الاجتماعية التي طالب بها الشعب التونسي ودفعت إلى هروب الرئيس بن علي، ما زالت هذه المطالب قائمة إلى حد الآن، تحقيق العدالة الاجتماعية، توفير مناصب العمل. بصفتك محافظ البنك المركزي التونسي، كيف سيساهم هذا البنك في الاستجابة لهذه المطالب الشعبية المتزايدة؟ احنا دور البنك المركزي هو أساسا أنه نظام الدفعات يبقى يشغل بصفة طبيعية، أنه البنية التحتية المالية تكون موجودة وصلبة، هذا هو المساهمة الأساسية للاستثمار لتطور الاقتصاد. لو أن البنية الأساسية المالية من بنوك من نظام دفعات تنخرم لكون انعكاسات كبيرة، لكن المساهمة الأساسية هي أن نبقى على نظام دفعات يمشي، نظام بنكي يعني يتعامل مع المؤسسات ويمول المؤسسات ما فيه الكفاية وما فيه المطلوب، نسبة يعني فائدة تكون معقولة، هذا هو المساهمة الكبيرة التي تحاول على الحفاظ على المؤسسات الموجودة، لا فقط خلق مؤسسات جديدة، لكن الخطر كان عندنا في سنة 2011 وأنه المؤسسات الموجودة هي بنفسها ربما التأثير السلبي للاقتصاد يعني النمو الضعيف يأثر على المؤسسات والمؤسسات ربما بتفلس. حاولنا في قد ما أمكن أنه نقلص من تأثير الوضع الاقتصادي على المؤسسات وعلى الوضعية المالية للمؤسسات لكي نحافظ على هيك البنية الأساسية بتاع المؤسسات الموجودة اللي ربما تسترجع نفسها في سنة 2012 و13 باش ترجع هي تشغل وتتطور وتستثمر. نعم، في هذا الإطار للحفاظ على هذا التوازن المالي في تونس، كان حديث يعني كبير في تونس حول استقلالية البنك المركزي التونسي عن باقي الهيئات، يعني باعتباره يعني يهدف إلى ضمان هذا الاستقرار المالي ويكرس مبادئ الحكم الرشيد. ما هو الوضع الآن؟ هل فعلا البنك المركزي التونسي مستقل؟ أين وصلتم في هذه أظن هذا أنه الحراك؟ يعني صار نقاش وطني كبير وحتى في المجلس الوطني التأسيسي في هذا الموضوع، وصار إجماع على أنه المحافظة ودعم، ربما مش محافظة، دعم، لأنه أكثر هي حتى في الوقت السابق كان فيه شيئا من الاستقلالية لكن نسبية، والهدف متاعنا في نظام ديمقراطي أنه من يعني مكونات النظام الديمقراطي أن المؤسسات كي المؤسسة اللي كان البنك المركزي مؤسسة اللي تقود السياسة النقدية تكون مستقلة، وحسب الفصل 26 اللي يقع إقراره في النظام تنظيم المؤسسات أقر هذا وصار في إجماع، ولذلك أنا عبرت نسبيا خطونا يعني خطوات إيجابية فيما يخص استقلالية البنك المركزي، لكن يبقى العمل. ونحب نشير هنا أن الناس تتحدث على الاستقلالية وتقول أنها استقلالية يعني هي جمهورية مستقلة، لا مش جمهورية مستقلة، هي استقلالية تعني استقلالية في قيادة السياسة النقدية، لكن هناك مسؤولية كذلك، مش مستقل لأنه البنك المركزي يعمل اللي يحب، لكن أن يكون مساءلة من طرف السلطات بصفة عامة، من سلطة البرلمان، من سلطة المجلس التأسيسي، من العموم الرأي العام. نعم، هذا يعني أن هناك يعني هامش كبير للتحرك على مستوى السياسة النقدية في البنك المركزي. هذا هو أن يعني تكون السياسة النقدية تكون ترضخ إلى ضوابط يعني اقتصادية ومالية ولا لضوابط وربما
سياسية. هذا هو الأساس من استقلالية البنك المركزي. نعم، نحن هنا في هذا المنتجع السويسري لدافوس الدورة الثانية والأربعين، يعني أنت تشارك يعني كل سنة في هذا المنتدى، حضور فرنسي يعني ربما خافت مقارنة مع السنة الماضية. المدير العام لصندوق النقد الدولي أي وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة كريستين لاغارد ستزور تونس خلال الأيام المقبلة، برأيك ما الهدف؟ هل تونس بحاجة إلى مساعدة يعني عاجلة من صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات المالية الدولية حاليا؟ هي تونس احنا العلاقات مع كل المؤسسات المالية، سواء صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، البنك الافريقي للتنمية، كل هي علاقات عادية ومتميزة، ولذلك العلاقات والزيارات متواصلة، وباش تكون زيارة مدام لاغارد في الايام القادمة في تركيز هذا التعاون وهذا التشاور المستمر. لكن احنا في الوقت الحاضر ما ناش طالبين تمويل من طرف الصندوق النقد الدولي، لأن ما فيش حاجة في الوقت الحالي، لكن احنا دائما نستقبل على كل الامكانيات التي ممكن تحصل. لو ان نكون في حاجة الى تمويل من صندوق النقد ليكون المجال مفتوح. نعم. والعمل الفني موجود والعلاقات موجودة لتمكين ذلك، لكن في الوقت الحاضر ما ناش طالبين تمويل من صندوق النقد الدولي. نعم، بحديثك مع صناع القرار السياسي هنا في منتدى ديفوس ومع كبار رجال وسيدات الأعمال في العالم، هل لمست لدي يعني شعور وإحساس باستقرار في تونس، بإمكانية إعادة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه سابقا؟ هو ملمسناه أنه اهتمام كبير بتونس وبتجربة تونسية وبما حصل في تونس، فيه نوع كمية كبيرة من الإيجابية ومن التعاون الإيجابي مع تونس. لكن احنا طالبين، قلنا هذا ليس كافي، احنا الكلام هذا طيب ونسمعوه، لكن احنا نحب العمل الفعلي، نريد ان المستثمرين يرجعوا ويستثمروا، لانه شفنا انه نقص بصفه كبيره الاستثمار الاجنبي في تونس في السنه الفارطه، نريد ان نسق الاستثمار الخارجي يرجع، نريد ان البلدان التي قالت انها ستعاون تونس انها تقوم بمد هذه المعاونه الماليه وغير الماليه، المؤسسات الدوليه كذلك التي هي عربت عن تدعمها لتونس أن تقوم بهذا الدعم. احنا نمر من الكلام، نحب نمر إلى الفعل. نعم، وهل سيكون يعني وهل لمس لديهم يعني ربما روح بالمسؤولية بالفعل؟ هل هناك وعود لتوقيع اتفاقات؟ إن شاء الله هذا دائما نقوله، دائما نقوله أنه مستدعين ولا دعم تونس متواصل، وإن شاء الله نشوف هذا. نعم. ربما سؤال أخير، وربما مشاهدي القناة ومستمعي الإذاعة يطرحون هذا التساؤل، هل استعادت تونس أموال بن علي والمقربين منها والأصول التي كانت لديه سواء في فرنسا في سويسرا أو في باقي أنحاء العالم، وكم قيمة هذه الأموال؟ احنا قلنا ربما حتى من السنة الفارطة وانه عارفينها من البداية هذه العملية صعبة وصعبة جدا، لانها لها يعني ترتيبات تمر على القضاء، القضاء التونسي والقضاء في البلدان الأجنبية، وعارفين أنها عملية تستدعي الوقت. احنا عارفين كذلك أن المواطن التونسي صبره ربما نفذ ربما أنه يحب وربما يخاف أنها ربما تتطول لسنوات. هل تم استعادة على الأقل بعد ما زلنا ما وصلناش إلى استعادة من كمية الأموال بصفة فعلية، لكن تقدمنا أشواط كبيرة في الوصول إلى نتائج. يعني الإجراءات والأعمال التي لابد أن نقوم بها قمنا بها، وتقدمنا في عديد البلدان من ناحية إمكان معناها الحصول على النتائج. إن شاء الله تكون في الأشهر القادمة النتائج تكون تبدأ. نعم. تحصل، لكن نحب أن المواطن التونسي يعرف والمواطن بصفة عامة، وإحنا مش كتونس، حتى البلدان الأخرى نفس الشيء، في مصر عندها نفس التمشي. نعم. ونفس الوقت ونفس ليبيا مازالت ربما في البداية أنه تمشي صعب، لأنه يمر من مراحل عديدة، مش هو يرجع أنه الإنسان فما أموال أنه وقعنا مغوبة أنه نمشي إلى دولة كذا نقول لها ردنا الأموال، لا ما تصيرش هكا. نعم، ربما هناك بعد الترتيبات بعد الإجراءات القانونية قضائية، يزم القضاء هو القضاء. نتمنى لك التوفيق في هذه المهمة. أشكرك جزيلا الشكر سيد مصطفى كمال النابل، وذكر أنك محافظ البنك المركزي التونسي. شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. وشكرا لكم مشاهدي قناة فرانس 24 ومستمعي إذاعة